السلام عليكم وصحة رمضانكم الشعب التونسي توما خوتنا ونحبوكم. ومن باب الواد الجزائر نحنا منتخب مولودية الجزائر نحبوكم كاع وصحة رمضانكم وصحة عيدكم. وانت وانا نقول من باب الواد تحية عليكم جميع الواحد التونسي ونحبوكم كاع وصحة فطوركم وصحة رمضانكم وصحة عيدكم. كي نروحوا لتونس نفس المعاملة، جامي رحنا لتونس ومعاملونا بحاجة توجور يرحبوا بينا أحسن ترحيب، وحنا توجور نعاودوا الجزائر بلد مضياف ومعروفين باللي توانسة خاوة خاوة إن شاء الله، وتوجور تقعد هكذا إن شاء الله ومرحبا بكم عندنا. ما أول السلام عليكم صحة عيدكم صحة عيد التوانسة خاوتنا، عيد مبارك على الأمة الإسلامية أمة العربية الجماعة إن شاء الله، ومرحبا بكم في الجزائر وفي بلد الحراج بلد بوروبا بلد الحراج المحمدية، وحنا توانسة خاوة الجزائر توانسة خاوة. توانسة في العزاز وخاوتنا ومرحبا بكم عندنا في الجزائر. كاين شغل كاين انتيك وين تحب زعما تحب تروح ما باليش تحب تبات كاين انتيك، ومرحبا بكم عندنا وفي اي وقت وفي اي لا. خاوتنا توانسة راكم في القلب هكايا، كلش ما يخصكم راه انا الارجي يا خو حاجه ما تخصكم، انتم خاوتنا راكم في القلب هكايا. صح عيدكم وعيدكم مبارك. بهم بس قرب لينا ما هم يحبونا شغل يجوا لينا مرحبا بهم عندنا عند خوتهم التيريين، وشغل خاوة خاوة مرحبا بكم عندنا كاع توانسة وصحة عيدكم وكل عام انتم بخير ان شاء الله. توانسة خاوتنا نحبوهم يحبونا هذا كلش. انصر الشبيبة وانصر الطراجي سوء تفاهم بر، احنا ماشي تاع مشاكل، مرحبا باخواننا التونسيين والطراجي معانا في الجزائر وفي فجياسكو وفي الطراجي والمياسكا وحنا نربحوا ان شاء الله وطراجي وجياسكا احنا ما نهبطوش وفي ماتوب ماتوب احنا مازيون جياسكا حبيب طراجي طراجي الدولة واش على اللي قلت تاع طراجي طراجي وجياسكا ما كان لا هذه عدوة ولا هذا ماتش تاع فوتبول ميركي كان ان شاء الله حبيبي جياسكا احنا جياسكا نحبوا تربح فريق تاعنا.